السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، طلاب الصف السادس الأساسي، سنأتي اليوم إلى مراجعة عملية البناء الضوئي. تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الطاقة اللازمة للقيام بعملياتها الحيوية، وجميع الكائنات الحية تحصل على الطاقة من خلال الغذاء، كما هو موضح في السلسلة الغذائية التالية. فإن الأرنب يحصل على غذائه من النبات، الأفعى تتغذى على الأرنب، والصقر يتغذى على الأفعى. بدأت السلسلة الغذائية بالنبات لأن النبات يعد من المنتجات. ماذا نعني بالمنتجات؟ المنتجات هي الكائنات الحية التي تقوم بصنع غذائها بنفسها من مواد أولية بسيطة. إذن النبات منتج لأنه يصنع غذائه بنفسه. الأرنب مستهلك أول تغذى على المنتج، الأفعى مستهلك ثاني تغذت على الأرنب، والنسر أو الصقر مستهلك ثالث تغذى على الأفعى. حصلت الحيوانات التالية على غذائها إما من النبات مباشرة كما في الأرنب، أو من حيوانات أخرى كما في الأفعى التي تغذت على الأرنب، بينما النبات قام بصنع غذائه بنفسه. سنتعرف في هذا الدرس على آلية صنع النبات لغذائه. لدينا هنا مجموعة من الأوراق التي تختلف في الأشكال والأحجام كما تلاحظون، ولكن الشيء الوحيد الذي تتشابه فيه تلك الأوراق بأن لها نفس التركيب، وأنها تحتوي جميعها على مادة الكلوروفيل الخضراء، فهو الذي يعطيها اللون الأخضر. ذكرنا بأن الورقة تتشابه في تركيبها، فجميع الأوراق لها نفس التركيب. تتكون الورقة من 3 طبقات رئيسية، هي طبقة البشرة العليا، الطبقة المتوسطة، وطبقة البشرة السفلى. طبقة البشرة العليا وطبقة البشرة السفلى كما تشاهدون متشابهتان في التركيب، حيث أنهما يتكونان من صف واحد من الخلايا المتراصة. يوجد بين هذه الخلايا فتحات صغيرة تسمى الثغور. الثغور هذه هي فتحة تعمل على التحكم في تبادل الغازات بين الورقة والوسط المحيط، ومن أهم هذه الغازات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، غاز الأكسجين O2، وبخار الماء. يكون الثغر محاط بخليتان حارستان هما اللذان يتحكمان في فتح وإغلاق الثغر. عدد الثغور في طبقة البشرة السفلى تكون أكبر من عدد الثغور في طبقة البشرة العليا، وذلك للتقليل من فقدان الماء عند تعرضها لأشعة الشمس، حيث أن الجزء العلوي للورقة يكون معرض بشكل أكبر من الجزء السفلي لورقة النبات. كما أن الورقة تكون محاطة بطبقة شمعية، هذه الطبقة الشمعية كذلك تعمل على تقليل فقدان الماء، وبالتالي تقليل تبخر الماء من الورقة عند تعرضها لأشعة الشمس. الطبقة المتوسطة هذه تتكون من خلايا عمادية متراصة غنية بالبلاستيدات الخضراء، هذه هي البلاستيدات الخضراء. كذلك تتكون من خلايا إسفنجية بينها فراغات، يوجد فيها بلاستيدات خضراء، ولكن كما تلاحظون للخلايا العمادية عدد البلاستيدات الخضراء فيها أكثر من الخلايا الإسفنجية. البلاستيدة الخضراء هي المكان الذي تحدث فيه عملية البناء الضوئي. إذا تحدث عملية البناء الضوئي في النبات في الأجزاء الخضراء خصوصا في الورقة في البلاستيدة الخضراء بالتحديد. كما أن الطبقة المتوسطة تحتوي على أوعية ناقلة تسمى الخشب واللحاء. لدينا وعاءين ناقلين هما الخشب واللحاء. الخشب هو النسيج الداخلي الذي يقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى الورقة. بعد أن يتم تصنيع الغذاء في الورقة بواسطة عملية البناء الضوئي، يقوم اللحاء وهو النسيج الخارجي بإعادة الغذاء وتوزيعه إلى جميع أنحاء النبات. سنأتي هنا إلى توضيح عملية البناء الضوئي. هذه صورة لنبات،
النبات له جذور يعمل على امتصاص، تعمل هذه الجذور على امتصاص الماء من التربة بواسطة الجذور ونقلها عبر أوعية الخشب إلى الورقة. ثاني أكسيد الكربون يدخل إلى الورقة عن طريق الثغور، تمتص صبغة الكلوروفيل الموجودة في الورقة الموجودة في البلاستيدات الخضراء أشعة الشمس وتخزنها على شكل طاقة ضوئية. وبعد قيام البلاستيدة الخضراء بعملية البناء الضوئي ينتج لدينا الأكسجين وسكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز يتم توزيعه بواسطة أوعية اللحاء من الورقة إلى جميع أجزاء النبات للاستفادة منه، والأكسجين يتم التخلص منه إلى الجو عن طريق الثغور. إذا أصبح لدينا مدخلات لعملية البناء الضوئي. المدخل الأول هو ضوء الشمس الذي تمتصه مادة الكلوروفيل وتخزنه على شكل طاقة، الماء الذي يدخل عن طريق أوعية الخشب، وثالثا غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل عن طريق الثغور. هذه الثلاثة هي مدخلات لعملية البناء الضوئي. تحدث عملية البناء الضوئي في البلاستيدة الخضراء بوجود الكلوروفيل وأشعة الشمس. أما نواتج عملية البناء الضوئي فهي الغذاء، سكر الجلوكوز، والأكسجين. هذا باختصار عملية البناء الضوئي. سنأتي هنا إلى كتابة عملية البناء الضوئي. هذه تمثل المواد الداخلة مدخلات البناء الضوئي. فوق السهم يوجد لدينا المواد المساعدة وهي ضوء الشمس ومادة الكلوروفيل، والمواد الناتجة هذه. من المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي كما ذكرنا الماء الذي يدخل عن طريق الجذور بواسطة أوعية الخشب إلى الورقة، وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل عن طريق الثغور بمساعدة ضوء الشمس والكلوروفيل. يتم تحويل هذه المواد الأولية إلى سكر الجلوكوز وهو مادة معقدة التركيب، وغاز الأكسجين. سكر الجلوكوز يتم توزيعه إلى جميع أجزاء النبات عن طريق أوعية اللحاء، وسكر الأكسجين يتم التخلص وغاز الأكسجين عفوا يتم التخلص منه عن طريق الثغور في الورقة. هكذا نكون أنهينا مراجعتنا لعملية البناء الضوئي. أرجو منكم أعزائي الطلبة حل ورقة العمل الإلكترونية المرافقة على الموقع المدرسي.